الرئيس السيسي يوجه بتعظيم المخزون السمكي وتعزيز جهود تنمية الثروة الحيوانية. مدبولي يبحث مع الإمارات ومشروعات التعاون في الطاقة المتجددة وتطوير حقول الغاز. ختام فعاليات التدريب الجوي المصري السعودي المشترك فيصل 12. التاسعة في القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحرص على تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية مع لاتفيا واستمرار التنسيق بين البلدين فيما يخص الموضوعات السياسية ذات الاهتمام المشترك. جاء ذلك خلال استقباله وزير خارجية لاتفيا. وخلال اجتماع آخر مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين، وجه الرئيس السيسي بتوفير كافة الإمكانات اللازمة لتعزيز منظومة تنمية الثروة السمكية بهدف تعظيم المخزون السمكي في مصر. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير خارجية جمهورية لاتفيا إدغارز رينكوفيتش، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بزيارة وزير خارجية لاتفيا إلى مصر، طالبا سيادته نقل تحياته إلى كل من رئيس جمهورية لاتفيا ورئيس الوزراء، ومؤكدا الحرص على تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية مع لاتفيا واستمرار التنسيق بين البلدين فيما يخص الموضوعات السياسية ذات الاهتمام المشترك. من جانبه، أعرب وزير خارجية لاتفيا عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس، مؤكدا حرص بلاده على دفع أوجه التعاون المشترك مع مصر، خاصة في ظل دورها المحوري في منطقتي الشرق الأوسط والمتوسط والقارة الإفريقية. ذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض عدد من الملفات ذات الصلة بالتعاون الثنائي، حيث أعرب السيد الرئيس عن ترحيبه بنشاط عدد من الشركات اللاتفية في مصر والتطلع لتكثيف التعاون، خاصة في المجالات التي تمتلك فيها لاتفيا خبرات متميزة مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والسياحة. كما تطرق اللقاء إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتحديات التي تواجه الدول الإفريقية والأوروبية، وفي مقدمتها الهجرة غير الشرعية والإرهاب، والتي تفرض التنسيق والعمل بين الجانبين للتوصل إلى حلول فعالة لتلك التحديات من خلال رؤية مشتركة. كما تم التباحث وتبادل الرؤى بشأن تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمي. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والمهندس مصطفى صياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. الاجتماع تناول متابعة مستجدات عدد من المشروعات القومية بقطاعات الأمن الغذائي على مستوى الجمهورية. وقام الفريق أسامة ربيع في هذا الإطار بعرض تطورات مشروعات الاستزراع السمكي التابعة لهيئة قناة السويس، خاصة ما يتعلق بأعمال تطوير مكونات البنية الأساسية لتلك المشروعات من أحواض ومحطات مياه ومصانع أعلاف وتغليف، والتي تهدف إلى إنتاج الأسماك عالية الجودة وسد الفجوة الغذائية والحد من الاستيراد، فضلا عن تنمية أراضي منطقة قناة السويس وسيناء وتكوين مجتمعات عمرانية جديدة وتوفير فرص العمل للشباب. وقد وجه السيد الرئيس بتوفير كافة الإمكانات اللازمة لتعزيز منظومة تنمية الثروة السمكية بهدف تعظيم المخزون السمكي في مصر، مشدداً سيادته على أهمية عامل حسن الإدارة والاستعانة بالخبرات المتخصصة بما يساعد على تحقيق الاستفادة القصوى المخططة للإنتاج كماً ونوعاً. أضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الزراعة والخاصة بتنمية الثروة الحيوانية بكافة محاورها وبالتكامل مع تطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية.
حيث عرض السيد السيد القصير وزير الزراعة جهود استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية، والتي تعتمد بشكل أساسي على تطوير السلالات المصرية بالتهجين مع السلالات العالمية عالية الإنتاج من اللحوم والألبان، وتوطين تلك السلالات المهجنة وما يستتبعه ذلك من إنشاء منظومة متكاملة من البنية الأساسية الخاصة بالإنتاج والاعتماد على أحدث الأساليب الخاصة بمراكز التلقيح الصناعي على مستوى الجمهورية، إلى جانب خطوط التحسين الوراثي لتنمية الثروة الحيوانية. وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز جهود تنمية الثروة الحيوانية لما لها من مردود اقتصادي ومالي مباشر لصالح المربين والمزارعين والارتقاء بدخلهم، خاصة ما يتعلق بالتوسع في برنامج السلالات عالية الإنتاج من اللحوم والألبان وتعميمه على مستوى الجمهورية، نظراً لأن هذا القطاع يمثل أحد أهم عناصر الأمن الغذائي ويلبي احتياجات المواطنين ويحقق معدلات التوازن في الأسواق بين الإنتاج المحلي والاستيراد. كما اطلع السيد الرئيس على جهود وزارة الزراعة لتطوير محطة الزهراء العريقة للخيول العربية المصرية الأصيلة باعتبارها واحدة من أشهر مزارع الخيول الأصيلة في العالم، والتي تمتلك أنقى السلالات من الخيول العربية، موجها سيادته بالاستمرار في تعزيز جهود تطوير محطة الزهراء بهدف تعظيم الإرث المصري العريق في تربية وإنتاج الخيول الأصيلة. أكد وزير الخارجية سامح شكري أنه بحث مع وزير خارجية لاتفيا إدغارس رينيكيفيتش تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة ومن بينها التجارية والسياحية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك بالقاهرة أوضح شكري أن الشركات اللاتفية يمكنها الاستفادة من المزايا التي تتيحها مصر للمستثمرين. عقدنا مع معالي الوزير أيضا جولة مباحثات موسعة معمقة، ركزنا خلالها على أوجه العلاقات الثنائية، تم التوقيع على اتفاق لتعديل الاتفاق العلمي فيما بين البلدين، ونتطلع إلى الاستفادة مما حققته لاتفيا في مجالات التعليم والتعليم الفني ومجالات التكنولوجيا الاتصالات والرقمنة. هذا وأكد شكري أن المباحثات مع وزير خارجية لاتفيا تناولت مستجدات القضايا الإقليمية ومن بينها قضية سد النهضة والقضية الفلسطينية والتطورات في ليبيا. كما أشار شكري إلى تناول اللقاء بحث الأزمة الأوكرانية وتداعياتها، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيفا للزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين. تبحثنا أيضا فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام في مقدمتها الحرب في أوكرانيا، ولكن أيضا الأوضاع في المنطقة، القضية الفلسطينية، الأوضاع في ليبيا، في منطقة القرن الأفريقي، موضوع سد النهضة، أيضا الأوضاع في سوريا والعمل على تحقيق الاستقرار والقضاء على الإرهاب. متطلع الاستمرار أيضا التفاهم المشترك فيما بيننا اتصالا بعلاقات مصر بالاتحاد الأوروبي، وتناولنا قضية حقوق الإنسان في حوار فيه كثير من التفاهم للأسلوب الأمثل لتناول هذه القضية وتحقيق الهدف المشترك في إطار تعزيز حقوق الإنسان والارتقاء بها في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. بدوره قال وزير خارجية لاتفيا إدغارس رينيكيفيتش إن اللقاء تطرق إلى بحث عدد من القضايا وعلى رأسها التحديات العالمية الراهنة، وأشار رينيكيفيتش إلى ضرورة محاولة تجنب حدوث أزمة إنسانية وغذائية بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا. النقاشات التي خضناها لا سيما في ما يتعلق بالمناطق التي تتميز بها مصر، واسمح لي معاليكم أن أشكركم على كل هذه النقاشات المثمرة. هناك نقاط مهمة كذلك، ألا وهو المواضيع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وهو كذلك تقييم ملفات الشرق الأوسط وتقييم أوجه التطور في الموقف في ليبيا وكذلك الموقف في سوريا.
وغير ذلك من الملفات الإقليمية وتحقيق الفهم المشترك، وكذلك تحقيق الفهم فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية وفهم ما حدث منذ فبراير. وكذلك ناقشنا بعض التحديات الراهنة والملحة، على سبيل المثال الأمن الغذائي وتصدير القمح والحبوب الأوكرانية إلى مصر. كان وزير الخارجية سامح شكري ووزير خارجية لاتفيا إدغار زارينكيفيتش قد وقعا اتفاقا معدلا للتعاون في مجال التعليم والعلوم بين حكومتي البلدين، ويهدف الاتفاق إلى تعزيز التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي، كما يأتي على هامش مباحثات الوزيرين بمقر وزارة الخارجية لتناول سبل تطوير التعاون الثنائي، وخاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمار، وأكد القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك توجيهات من القيادة السياسية في مصر ودولة الإمارات بسرعة تنفيذ مشروع تطوير الإنتاج ببعض حقول الغاز. وخلال اجتماع لمتابعة جهود التعاون مع الإمارات وزيادة الاستثمارات المشتركة، أشار مدبولي إلى استمرار فرق العمل من الفنيين من الجانبين في الاجتماعات بهدف الاتفاق على تفاصيل المشروعات المقترحة للشراكة والتعاون، مؤكدا البناء على الزخم الكبير والاهتمام من القيادة السياسية بالبلدين في هذا الشأن. ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لدائرة التكرير والتصنيع والتسويق بشركة أدنوك خالد سلمين إلى اهتمام الشركة الكبير بعدد من المشروعات سواء في قطاع الغاز أو غيره. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة الاستمرار في الجهود المبذولة في مجال استكشاف واستخراج خام الفوسفات للعمل على تحقيق أعلى معدلات للإنتاج خلال هذه المرحلة، والاستفادة بصورة أكبر من الثروات الطبيعية التعدينية التي تزخر بها الدولة في مختلف المناطق. وخلال اجتماع لمتابعة خطط استخراج الفوسفات، أشار مدبولي إلى ضرورة تعظيم القيمة المضافة من الفوسفات المصرية، وذلك من أجل دعم الاقتصاد الوطني واحتلال مكانة مرموقة في سوق الفوسفات العالمية، وذلك تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بتكثيف الأبحاث الخاصة بالكشف عن الثروات المعدنية بمختلف أرجاء البلاد. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بوزير الدفاع العراقي جمعة سعدون والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام. وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالسيد جمعة عناد سعدون وزير دفاع جمهورية العراق والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، حيث أجريت لهم مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني للدولتين الشقيقتين. وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين. وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع جمهورية العراق وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة في مختلف المجالات العسكرية. من جانبه أشاد وزير دفاع جمهورية العراق بدور مصر المؤثر والفاعل في محيطها الإقليمي والدولي وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والسفير العراقي والملحق العسكري لجمهورية العراق بالقاهرة. صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر 2022، وسيتم استقبالهم اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 22 من يونيو الجاري، وذلك وفقا للشروط المحددة.
صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن فتح باب القبول لدفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضيا من البنين للمرحلة الإعدادية الثانوية بالمدارس العسكرية الرياضية للعام الدراسي 2022-2023، وسيتم البدء في سحب ملفات القبول حتى 20 من يوليو المقبل بمقر المدارس العسكرية الرياضية ومكاتب المستشارين العسكريين بالمحافظات المختلفة، على أن يبدأ قبول الملفات بعد استيفاء كافة البيانات المطلوبة اعتبارا من 18 من يونيو حتى 27 من يوليو عام 2022. بوسعك أن تجتاز الصعب إذا امتلكت الإرادة، بمقدورك أن تقهر المستحيل إذا قررت أن تنهي طريق الألف ميل، أن تستثمر موهبتك الرياضية وقدراتك البدنية. بإمكانك الآن أن تصبح بطلاً على منصات التتويج الأولمبية والعالمية، فتحفر اسمك وترفع علمك وتصبح رمزا خالدا لوطنك. من هنا، من المدارس العسكرية الرياضية للقوات المسلحة، قلاع الأبطال، 4 صروح رياضية تغطي كافة محافظات الجمهورية، تهدف إلى رعاية الموهوبين رياضيا ليصبحوا في المستقبل القريب أبطالاً أولمبيين قادرين على حصد أرقى الميداليات في كبرى المنافسات الرياضية الدولية. جيل جديد من الرياضيين المؤهلين على أيدي أكفأ المدربين والخبراء الرياضيين، وفق أرقى النظم العلمية الحديثة في مجال التدريب. اهتمام مماثل بالتأهيل الدراسي وفق مناهج وزارة التربية والتعليم عبر كوكبة من خيرة المعلمين، منشآت تعليمية ورياضية وبرامج تدريبية تضاهي أفضل المستويات العالمية في الدول الأكثر تقدماً، رعاية طبية متقدمة. الطريق لتحقيق حلمك الأولمبي يبدأ من هنا، وأنت تملك الاختيار. بادر بالانضمام لقلاعنا الرياضية. يمكنك الآن سحب ملفك والتعرف على شروط الالتحاق عبر موقعنا الإلكتروني أو من خلال مكاتب التنسيق بالمدارس العسكرية أو عبر أقرب مكتب مستشار عسكري في محافظتك. المدارس العسكرية الرياضية للقوات المسلحة، قلاع الأبطال. اختتمت فعاليات التدريب الجوي المصري السعودي المشترك فيصل 12 بمشاركة تشكيلات من القوات الجوية المصرية وسلاح الجو الملكي السعودية، والذي استمرت فعالياته لعدة أيام بالمملكة العربية السعودية. اختتمت فعاليات التدريب الجوي المصري السعودي المشترك فيصل 12 بمشاركة تشكيلات من القوات الجوية المصرية وسلاح الجو الملكي السعودي، والذي استمرت فعالياته لعدة أيام بالمملكة العربية السعودية، والذي يأتي في ضوء تعزيز علاقات التعاون العسكري المشترك والتنسيق المستمر بين القوات الجوية المصرية وسلاح الجو الملكي السعودي لتعظيم الاستفادة من القدرات الثنائية لكلا الجانبين. وتضمنت المرحلة الختامية شرحاً مفصلاً عن مراحل الإعداد والتخطيط للأنشطة والمهام التدريبية المخططة، كما نفذت المقاتلات متعددة المهام من الجانبين عدداً من الطلعات الجوية المشتركة للتدريب على مهاجمة الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية.
أظهرت المرحلة الختامية المستوى المتميز والاحترافية العالية الذي وصلت إليه العناصر المشاركة بالتدريب ومدى التنسيق والتعاون بين القوات الجوية لكلا البلدين، بما يمكنها من تنفيذ عمليات القتال الجوي المشترك بكفاءة واقتدار. حضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسعودية. في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهود الوزارة خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة. فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 394 عنصراً إجرامياً شديد الخطورة بنطاق 22 مديرية أمن، والسابق اتهمهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل، وضبط معهم 203 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 71 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 746 قطعة سلاح ناري، أبرزها 86 بندقية و72 بندقية آلية و40 مسدسا و548 فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و87 خزينة، إضافة ل 1127 قطعة سلاح أبيض. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 463,935 حكما قضائيا، من بينهم 1658 حكم جناية، 167,524 حكم حبس، و 228,809 حكم غرامة، و 65,944 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 8 تشكيلات عصابية ضمت 22 متهماً قاموا بارتكاب 61 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 81 حادث ما بين قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 122 متهماً، كما تم إعادة 7 سيارات مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1161 قضية إتجار في المواد المخدرة، من بينها ما يقرب من 140.5 كيلوغرام من مخدر الحشيش، وما يزيد على 5 طن من نبات البانجو المخدر، وكمية من بذور الخشخاش الأفيون وزنت 225 كيلوغرام، وكمية من بذور القنب البانجو وزنت أكثر من 130 كيلوغرام، وكمية من مخدر الهروين وزنت قرابة 36 كيلوغرام، إضافة إلى أكثر من 8.5 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، وكمية من مخدر الأيس الشابو وزنت أكثر من 15.5 كيلوغرام، وعدد 9,266 قرص مؤثر و70,629 قرص ترامادول مخدر،
كما تم إبادة 65 فدان منزرعة بنبات القنب البانجو، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 194 مليون جنيه. وتم ضبط 4 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، كما تم ضبط قضيتي غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 12 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة. واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 404 قضايا تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 36 طنا من المواد الغذائية وغير الغذائية. كما تمكنت الوزارة من ضبط أكثر من 7 أطنان من المواد الغذائية وغير الغذائية في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة، وضبط قرابة 29 طنا في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية. كما تم ضبط 609 قضايا من بينها 182 قضية خبز ناقص الوزن و99 قضية خبز غير مطابق للمواصفات في مجال قضايا المخابز، فضلا عن ضبط 4 قضايا في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلية بمضبوطات بلغت أكثر من 15 طنا من الأقماح المحلية. التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وذلك خلال زيارته إلى مصر. وألقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بيانا أمام مجلس الجامعة بشأن تطورات الأوضاع في اليمن وجهود المجلس في بلورة سياسات جديدة لتحقيق أمال وتطلعات الشعب اليمني وإعادة بناء مؤسسات الدولة، مشيدا بجهود المنظمات الدولية والإقليمية وعلى رأسها الجامعة العربية في دعم اليمن والدفاع عن مصالحه. أكدت الآلية الثلاثية بشأن محادثات الأطراف والقوى السياسية السودانية تأجيل جلسة المحادثات بين القوى السياسية التي كانت مقررة اليوم. وأفاد مسؤول بالآلية الثلاثية بتأجيل الجلسة مع عدم إلغاء الحوار أو تعليقه، مؤكدا أنه سيتم تحديد موعد جديد لاحقا. وافق رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي على استقالات نواب الكتلة الصدرية من البرلمان. وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد وجه بتقديم استقالات أعضاء الكتلة الصدرية إلى رئيس البرلمان، مؤكدا أن الخطوة تعتبر تضحية منه من أجل العراق وشعبه لتخليصهم من المصير المجهول بحسب تعبيره. نشرة التاسعة ما زالت متواصلة وتتابعون فيها. حزب الرئيس الفرنسي والاتحاد الشعبي اليساري يتصدران الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية. قال حاكم إقليم دونيتسك الأوكراني المدعوم من روسيا إنه لا يوجد سبب للعفو عن بريطانيين حكم عليهما بالإعدام الأسبوع الماضي بعد اعتقالهما وهما يحاربان في صفوف أوكرانيا. ودونيتسك ولوهانسك إقليمان في منطقة دونباس الأوكرانية والتي تقاتل روسيا لانتزاع السيطرة عليها بالكامل من أوكرانيا. وقبل 3 أيام من العملية الروسية في أوكرانيا يوم 24 من فبراير، اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهما دولتين مستقلتين في خطوة أدنتها أوكرانيا والغرب باعتبارها غير مشروعة. قال مسؤولون محليون إن القوات الروسية نسفت جسرا يربط مدينة سيفرودونيسك الأوكرانية التي تشهد حرب شوارع بمدينة أخرى عبر نهر، مما أدى إلى قطع طريق إجلاء محتمل للمدنيين. هذا وصارت سيفرودونيسك محور المعركة للسيطرة على منطقة دونباس الصناعية في شرق أوكرانيا. وتعرضت أجزاء من المدينة للدمار خلال بعض من أعنف المعارك منذ بدء روسيا عملياتها العسكرية في أوكرانيا في 24 من فبراير الماضي.
قال القائد السابق لكتيبة أزوف التابعة للحرس الوطني الأوكراني ماكسيم غورين إن جثة عشرات المقاتلين الأوكرانيين الذين قتلوا أثناء حصار مصنع أزوفستال الصلب في مدينة ماريوبل الجنوبية ما زالت تنتظر من يستعيدها. وأضاف غورين أنه بموجب شروط اتفاق تبادل حدث في الأونة الأخيرة فقد تم بالفعل إرسال حوالي 220 جثة من الذين قتلوا في أزوفستال إلى كييف، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك عدد مماثل من الجثث في ماريوبول. وصف الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي يانس ستولتنبرغ قراري فنلندا والسويد بالتقدم بطلبات العضوية الحلف بالتاريخية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الفنلندي سولو نينيستو أضاف ستولتنبرغ أن فنلندا والسويد لطالما كانتا منذ أمد بعيدة أقرب شركاء للحلف، مشيدا بما لديهما من ديمقراطيات قوية وجيوش قادرة على تعزيز الأمن المشترك. قرار فنلندا والسويد بالتقدم بطلبات لعضوية حلف شمال الأطلنطي تاريخية، ولطالما كانت منذ أمد بعيد أقرب شركائنا، فلديهما ديمقراطية قوية وجيوش قادرة، وستزيد عضويتهما في حلف الناتو من أمننا المشترك، وستعزز منطقة الشمال في حلف الناتو. من جانبه شدد رئيس الفنلندي سوليو نينيستو على خطورة الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أنه تباحث مع أمين عام حلف شمال الأطلنطي كثيرا في هذا الشأن. وقال نينيستو إنه من غير الممكن التنبؤ بنهاية واضحة للحرب في أوكرانيا في الوقت الراهن، مشددا على أنها دون شك مشكلة مشتركة لجميع الأوروبيين ومصدر قلق عالمي. الأمر الأكثر خطورة هو الحرب في أوروبا في أوكرانيا، لقد تبحثنا كثيرا في هذا الشأن، وللأسف لا يستطيع أي منا التنبؤ بنهاية واضحة لتلك الحرب في الوقت الراهن، وتلك دون شك مشكلة مشتركة لجميع الأوروبيين وإلى حد كبير مصدر قلق عالمي. أرى أن الصمود يمثل أحد النقاط التي تتبادر إلى الذهن، ولقد تم اختبار قدرة الشعب الأوكراني على الصمود للحد الأقصى، وهناك الكثير من الضحايا والخسائر وهم يقاتلون بشجاعة، ويبدو أنهم سيواصلون القتال. أفادت وسائل إعلام فرنسية بتصدر حزب الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وحزب الاتحاد الشعبي الجديد اليساري الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية، وكانت مراكز الاقتراع بالمدن الكبرى قد أغلقت في وقت بلغت فيه نسبة الامتناع عن التصويت 52.8% بالانتخابات التي يتنافس فيها أكثر من 6000 مرشح على 577 مقعدا في الجمعية الوطنية. Thank you.
وسط مناخ يسوده القلق إزاء ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، يأتي تصويت الفرنسيين بالدورة الأولى بالانتخابات التشريعية التي يراها كثيرون حاسمة للرئيس إيمانويل ماكرون للحصول على الغالبية المطلقة للجمعية الوطنية. وعلى هذه الأغلبية المطلقة أو النسبية سيتوقف مصير مشاريع الإصلاح الجذرية التي يعتزم الرئيس الفرنسي القيام بها خلال ولايته الثانية، ولا سيما فيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية. سياسيا وعلى غرار الانتخابات الرئاسية، قدم إيمانويل ماكرون نفسه على أنه حصن ضد التطرف الذي يجسده في نظره اليسار الراديكالي لجان لوك ميلانشون واليمين لمارين لوبان، والذي يرادف برأيه الفوضى بالنسبة لفرنسا. واقتصاديا، وعدت الحكومة التي دعمت بالفعل الاقتصاد بقوة منذ جائحة كورونا بوضع تدابير أخرى من شأنها حماية القوى الشرائية للفرنسيين فورا بعد الانتخابات، إلا أن مصير الحكومة التي تم تعيينها في منتصف مايو الماضي معلق إلى حين صدور نتائج الانتخابات التشريعية التي ترشح فيها العديد من أعضاء الحكومة، وبينهم رئيسة الوزراء إليزابيث بورن التي ستؤدي هزيمتها حال حدوثها إلى إجراء تعديل وزاري كبير. هذا ودعا الناخبون الفرنسيون البالغ عددهم 48 مليونا إلى تجديد كل مقاعد الجمعية الوطنية، أي 577 نائبا في هذه الانتخابات التي تتم على دورتين اليوم وفي 19 من يونيو. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الاتفاق المبدئي في مجلس الشيوخ بشأن حيازة الأسلحة خطوة مهمة من أجل وضع حد للعنف المسلح الذي تشهده البلاد. يأتي ذلك عقب وقوع عدد من عمليات إطلاق نار مؤخرا بالولايات المتحدة، حيث وقعت عملية إطلاق نار في مدرسة ابتدائية في تكساس أسفرت عن مقتل 19 طفلا ومدرستين، كما أوقعت عملية أخرى 10 قتلى كلهم من السود بمتجر في نيويورك. وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة عن العام المالي 2022-2023، وجاء ذلك خلال جلسة عمل المجلس بحضور ممثلي وزارة التخطيط والجهات المعنية. جلسة جديدة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ناقش خلالها عددا من الملفات المدرجة على جدول أعماله. في بداية الجلسة وافق المجلس على إحالة 9 تقارير للجان النوعية عن اقتراحات برغبة مقدمة من عدد من الأعضاء للحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء بها من توصيات، تلا ذلك استكمال مناقشة مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة عن العام المالي 2022-2023، حيث أبدى عدد من النواب مقترحاتهم وآراءهم بشأن مشروع القانون. بالتأكيد هو خطة يعني نقدر نقول إنها طموحة جدا، وفيها العديد من النقاط اللي نقدر نقول إنها بناءة في ظل ما يواجهه العالم من أزمة حقيقية في توافر الغذاء، وأزمة حقيقية إن إحنا بننشد إن إحنا نواجه الجوع، ويمكن ده يمكن تخوف عالمي موجود. الخطة لهذا العام يا ريس فيها توازن في دعم مساندة احتياجات الفقراء، وفي نفس الوقت تقديم مشروعات المستدامة. دي الجزئية التانية يا ريس، عاوز أهمية التزام الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة. وأكد عدد من النواب أن المرحلة القادمة تتطلب اتخاذ إجراءات عديدة لحماية الاقتصاد ودعم جهود الدولة للحماية الاجتماعية. الأهمية القصوى التي يجب أن نأخذها في الاعتبار في ظل الظروف الدولية هي تعزيز
الجهود الرامية إلى الحفاظ على الطبقة المتوسطة ومواجهة التحديات التي تواجه الطبقة الفقيرة وتعزيز التجانس الاجتماعي، خصوصا أن هناك استراتيجية محددة للقضاء على الفقر أو الحد من الفقر في مصر تقوم على برنامج تكافل وكرامة، مشروع مكافحة أو القضاء على العشوائيات وبرنامج الحياة كريمة. وفي نهاية الجلسة تمت الموافقة نهائيا على مجموع مواد مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة عن العام المالي 2022-2023 والتأشيرات العامة والقوائم والجداول الملحقة به. وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري أكد عدد من النواب أن مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2022-2023 تراعي التداعيات الاقتصادية للأزمة الأوكرانية. هذه الخطة راعت هذه التداعيات الاقتصادية اللي بدأنا كلنا بنشعر بها ورشدت الإنفاق بشكل كبير جداً، أيضا عملت تفعيل لدور القطاع الخاص عشان يقوم بدوره في خلال الفترة القادمة جنبا إلى جنب مع القطاع العام، وده طبعا تنفيذا للخطة اللي وضعها السيد رئيس الوزراء الخاصة بكيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية اللي بيمر بها مصر والعالم كله في الوقت الحالي. كلنا شايفين الأزمة العالمية الاقتصادية العالمية والأزمة اللي بيشهدها العالم كله، طبعا مصر مش بعيدة، العالم كله في النهاية مرتبط ببعضه. أعتقد أنه الدولة المصرية بتواجه أزمة اقتصادية مثلها مثل الاقتصاديات الكبرى في العالم. أنا النهاردة أشدت بخطة التنمية فيما يتعلق بتأكيد الحكومة على استكمال المشروعات التي بدأت بالفعل وفي القلب منها مشروع حياة كريمة. اللي طالبنا به الحكومة والحقيقة ناقشناها جامد ولقينا في استجابة، إن في بنود احتياطية محطوطة لكل بند، محطوط احتياطيات واحتياط برقم كبير. هنا بنطمن شوية إن لو الحاجة ما تنفذتش بالظبط أو العالم ما ساعدناش في كده تغير الأسعار، يبقى هنقدر نعوضه بالاحتياطي. هنأ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالمجلس بمرور 4 سنوات على تأسيس التنسيقية. وفي كلمة بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أن التنسيقية أثرت الحياة السياسية بكوادر شبابية تبوأت مناصب تنفيذية وأثرت الحياة السياسية والبرلمانية. من جانبه وجه النائب أكمل نجاتي أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الشكر لرئيس المجلس لحرصه على تهنئة التنسيقية. هنأ حزب إرادة جيل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالعيد الرابع لتأسيسها. وفي بيان له أكد حزب إرادة جيل أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين استطاعت على مدى 4 سنوات من ظهورها في المشهد السياسي المصري أن تحوز تقدير واحترام غالبية الشعب المصري العظيم بأداء وطني يغلب مصالح الوطن فوق أي مصالح شخصية. كما أكد حزب إرادة جيل أن أعضاء التنسيقية حرصوا في ممارساتهم البرلمانية الرقابية والتشريعية على التفاعل مع قضايا الوطن والدفاع عنه. تقدم رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية رؤوف السيد بالتهنئة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمناسبة مرور 4 سنوات على تأسيسها. وأوضح رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية أن التنسيقية بمثابة كيان سياسي ولد عملاقا وشارك في الحياة السياسية بقوة وترك أثرا واضحا في ميدان العمل السياسي والعمل العام، مضيفا أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تمتلك كوادر شابة متخصصة في كل المجالات والتخصصات تجمعوا على حب الوطن وإعلاء رايته منتهجين مبادئ ورؤى واضحة ساهمت في نجاح هذا الكيان السياسي الفتي الذي يمثل فئات المجتمع ويجمع الشباب من مختلف الأحزاب تحت لواء الوطن.
هذا وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنها كانت وما زالت حريصة على تنمية الحياة السياسية والعمل المشترك انطلاقا من الإيمان المطلق بالحوار بين القوى والتيارات المختلفة وإعلاء للمصلحة الوطنية. وفي بيان بمناسبة الذكرى الرابعة للتأسيس، أشارت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أنها وخلال السنوات الأربع الماضية قدمت العديد من الأوراق والملفات والحملات والمبادرات، كما شاركت بقوة في جميع المؤتمرات والمنتديات لتقدم نموذجا للشباب السياسي في جميع المواقع. كما أشار البيان إلى ثقة القيادة السياسية بتعيين 6 من أعضاء التنسيقية نوابا للمحافظين دعما لمزيد من العمل والجهد، فضلا عن خوض التنسيقية معركة الانتخابات البرلمانية لتحصل على 48 مقعدا بالانتخاب والتعيين في مجلسي النواب والشيوخ، وكذا العديد من المناصب التنفيذية والإدارية. ثمن جهاز حماية المستهلك حملة مكبرة وموسعة من خلال إدارة الرقابة على الأسواق لضبط المخالفين ومحتكري السلع الاستراتيجية والحيوية وحجبها عن التداول وضبط السلع مجهولة المصدر الضارة بصحة وسلامة المواطنين. حملة مكبرة وموسعة يشنها جهاز حماية المستهلك من خلال إدارة الرقابة على الأسواق لضبط المخالفين ومحتكري السلع الاستراتيجية والحيوية وحجبها عن التداول وضبط السلع مجهولة المصدر الضارة بصحة وسلامة المواطنين. بنتأكد إنه المكان أو صاحب المنشأة بيصدر فاتورة ضريبية معتمدة تتضمن أول حاجة سعر المقترح للمستهلك وسعر المصنع في الأساس، فبالتالي كده بنعرف السلع دي هتتوصل للمستهلك بقد ايه. الحملة المفاجئة استهدفت أكبر مخزن لتخزين السلع الاستراتيجية والأساسية، وأسفرت الحملة عن تحرير 41 محضر وضبط ما يقرب من 26 طن مواد غذائية عبارة عن 10 أطنان من الدقيق وطنين من الفول و8 أطنان من المكرونة و5 أطنان من الأرز وطن واحد من السلع الغذائية المتنوعة. بالنسبة للشق الثاني وهو توفر السلع، بنخش المخازن والمستودعات اللي خاصة بالمواد الغذائية، بندور أو نسأل على الفواتير مصدر البضاعة دي، لأن لو ملهاش فواتير قد تكون يعني مجهولة المصدر أو اقتصاد موازي اللي هو نقول عليه احنا بير السلم، أو قد تكون السلع دي ضارة بصحة الإنسان، ليه أكثر من شق يعني. فبنسأل على الفواتير بتاعتها، بنبص على البيانات المدونة على المنتج نفسه، نشوف البيانات كاملة ولا مش كاملة، لأن بعض البيانات إخفائها أو عدم تدوينها قد يكون سلوك خادع ومضل للمستهلك، وعليه بناخذ الإجراء القانوني. قام أعضاء الحملة الرقابية ممن لهم صفة الضبطية القضائية بتحرير محاضر للمخالفات التي تم رصدها وتنوعت بين حجب السلع الاستراتيجية والأساسية عن التداول، عدم وجود تراخيص، سلع مجهولة المصدر، سلع منتهية الصلاحية، وعدم الإعلان عن الأسعار. تأتي هذه الحملات بتوجيه من الحكومة لضبط الأسواق واستمرار إتاحة السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة. والآن مشاهدينا مع أهم أنباء المال والأعمال. وميرفة المليجي، أهلا بك ميرفة. شكرا سحر وإيمان، وأهلا بكم مشاهدينا مع أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد. انطلقت أعمال وإجراءات وإقامة المنطقة البترولية في منطقة التبين بالقاهرة الكبرى، وخلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا للمناطق الجغرافية البترولية، أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن المنطقة البترولية تقع على مساحة 1000 فدان، ومخطط لها أن تضم عددا من المشروعات في مقدمتها التوسعات الجديدة بالبنية الأساسية للشبكة القومية لنقل المنتجات البترولية كشرايين جديدة إضافية تخدم حركة نقل الخام والمنتجات البترولية من وإلى صعيد مصر عبر منطقة التبين لشركات أنابيب البترول، علاوة على أنشطة لشركات بتروجيت وبتروجاز وغاز مصر والحديثة للغاز والتعاون للبترول.
اتفقت مصر والسعودية على عقد ملتقى استثماري موسع بالقاهرة لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة بالسوق المصرية أمام رجال القطاع الخاص السعودية، وبما يسهم في إقامة مشروعات مشتركة بين المستثمرين في البلدين، مع منح أولوية للمستثمرين السعوديين الحاليين في مصر والذين لديهم الرغبة في إقامة التوسعات لمشروعاتهم. جاء ذلك خلال لقاء موسع عقدته وزيرة التجارة والصناعة نيفين جاما مع وزير التجارة السعودي ماجد بن عبد الله القصبي، بهدف بحث تعاون التطور العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وذلك على هامش مشاركة الوزيرين في فعاليات المؤتمر الوزاري 12 لمنطقة التجارة العالمية والمنعقدة بمدينة جنيف السويسرية. وقعت وزارة الزراعة بروتوكول تعاون في مجال تحسين سلالات الثروة الحيوانية مع البنك الزراعي المصري وإحدى الشركات المصرية، ويستهدف البروتوكول توزيع رؤوس ماشية عالية الإنتاجية ثنائية الغرض على صغار المزارعين بقروض ميسرة ويتم السداد من عائد الإنتاج. يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تحسين سلالات الماشية بما يسهم في زيادة الثروة الحيوانية والألبان، وكذلك تغطية الفجوة الاستيرادية من اللحوم وتوفير العملة الأجنبية. نتحول إلى البورصة المصرية والتي تباينت مؤشراتها بختام تعاملات جلسة اليوم أولى جلسات الأسبوع، حيث اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع في حين مالت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء. وقد سجل رأس المال السوقي مستوى 668 مليار ونصف المليار جنيه، وذلك وسط تداولات إجمالية بلغت نحو مليار و800 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر إي جي إف 30 عند مستوى 10235 نقطة، وأغلق عند مستوى 10097 نقطة، وذلك منخفضا بنسبة 1.35%. وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 2857 نقطة، وأغلق عند مستوى 1860 نقطة، ليصعد بذلك بنسبة 0.18%. كما فتح أيضا مؤشر إي جي إكس 100 واسع النطاق عند مستوى 2765 نقطة، ليغلق عند مستوى 2763 نقطة متراجعا بنسبة 0.05%. نتحول مشاهدينا إلى أسواق العملات الأجنبية، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري. ليسجل الدولار الأمريكي اليوم 18 جنيها و63 قرشا للشراء و18 جنيها و74 قرشا للبيع. اليورو 19 جنيها و59 قرشا للشراء و19 جنيها و72 قرشا للبيع، في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 22 جنيها و95 قرشا للشراء و23 جنيها و9 قروش للبيع. وأمام العملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي اليوم 5 جنيهات و7 قروش للشراء و5 جنيهات و10 قروش للبيع. الريال السعودي وصل إلى 4 جنيهات و96 قرشا للشراء و4 جنيهات و99 قرشا للبيع. هبطت معظم بورصات الأسهم في منطقة الشرق الأوسط بشدة، مقتفية أثر نظيرتها العالمية وأسعار النفط التي تراجعت في الجلسة السابقة بسبب المخاوف المتعلقة بأن يؤدي ارتفاع في التضخم الأمريكي شهر مايو إلى تجديد السياسة النقدية لفترة طويلة. فقد هبط المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية بنسبة 2.2% متأثرا بانخفاض حاد في أسهم القطاع المالي وقطاع الطاقة. كما تراجع مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت بنسبة 2.9%، وتراجع أيضا مؤشر بورصة البحرين بنسبة 69%، بينما انخفض مؤشر بورصة مسقط بنسبة 21%. نهاية أخبار الاقتصاد وعودة لإيمان وسحر إليكم. شكرا جزيلا لك مرفت.
أعلنت السلطات المحلية الصينية تأثر أكثر من 1,100,000 من مواطنيها في مقاطعة جيانغتشي شرق الصين بالأمطار الغزيرة والفيضانات الناجمة عن الأمطار. وأوضحت السلطات الصينية أن مقاطعة جيانغتشي بدأت استجابتها الطارئة من المستوى الرابع للسيطرة على الفيضانات ابتداء من مساء أمس، مشيرة إلى أن الطقس تسبب في خسائر اقتصادية مباشرة بلغت 2.65 مليار يوان، وذلك بعد تدمير مساحات من الأراضي الزراعية والمنازل. والآن مشاهدينا إلى المستجدات على الساحة الرياضية. وميرفت المليجي مرة أخرى. شكرا سحر وإيمان، وأهلا بكم مشاهدينا مع أخبار الرياضة. أدى المنتخب الوطني مرانه الأول في كوريا الجنوبية، وذلك استعدادا لمواجهة المنتخب الكوري في مباراة ودية يوم الثلاثاء القادم. وقد جاءت نتيجة مسحة كورونا سلبية لبعثة المنتخب الوطني بقيادة إيهاب جلالة، وذلك عقب الوصول إلى كوريا الجنوبية في رحلة سفر استغرقت أكثر من 10 ساعات. يلتقي الأهلي الآن مع فريق المصري بالسلوم في دور 32 من بطولة كأس مصر، وقد انتهى الشوط الأول من اللقاء بالتعادل السلبي. وفي البطولة نفسها تأهل المصري البورسعيدي إلى دور 16 بعد فوزه على المنصورة بهدفين مقابل هدف في دور 32 من المسابقة. هدف المصري حمل توقيع كل من محمد عبد اللطيف وأحمد الشيخ، بينما سجل أحمد عبد العال هدف المنصورة الوحيد. ونبقى مع كأس مصر، حيث يلتقي الزمالك غدا مع الداخلية على استاد القاهرة الدولي في دور 32 من البطولة. حصد لاعب منتخب الكاراتيه 3 ذهبيات و5 ميداليات برونزية في منافسات اليوم بالدور العالمي للكاراتيه الذي يقام بصالة استاد القاهرة. كما توجت أسماء مجدي لاعبة منتخب الكاراتيه بالمركز الأول من الميدالية الذهبية في منافسات الكاتا سيدات بالدوري العالمي للكاراتيه. بمشاركة 76 دولة على مستوى العالم، اختتمت منافسات بطولة سيريس إيه للكاراتيه، والتي أقيمت في الفترة من 10 حتى 12 من يونيو الجاري بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي. ويشارك في البطولة أكثر من 3 لاعب ولاعبة وأعضاء الأجهزة الفنية. بطولة مدرجة في الأجندة بتاع الاتحاد الدولي، بطولة ناجحة بتنظيمها بالمستوى الفني بحكامها، ف حقيقة التنظيم كان رائع، ومصر مش لأول مرة يعني، والاتحاد مش لأول مرة ينظم مثل هذه البطولات، وهذا فخر يعني الاتحاد المصري ولمصر. فاحنا كمصر حريصين ان احنا نخلي اولادنا كلهم مصنفين وعلى اوبة الاستعداد دايما عشان خاطر نكون من اوائل دول العالم، وخصوصا ان احنا لعبنا بطولة العالم في دبي في شهر 11 الماضي، خدنا فيها ترتيب عام تاني على مستوى العالم بفرق ميدالية عن اليابان، وبالنسبة للاسواق والاحتياجات الخاصة خدنا اول. شهد اليوم الختامي للبطولة منافسة قوية بين لاعب المنتخبات المختلفة، كما تفوق لاعب المنتخب المصري خلال المنافسات وتمكنوا من حصد عدد من الميداليات. دي من اجمل البطولات اللي موجوده، عشان هي بتحصل على كميه لعيبه كبيره قوي، احنا بنبقى اكتر من 89 بنت من دول كتير قوي، فالبطوله كانت اقوى البطولات اللي موجوده. حصلت على ميداليه برونزيه في ميزان تحت 67 كيلو. بصراحه المنافسات ما كانتش سهله خالص، لان في لعيبه كتير من بره مصر وفي لعيبه كتير برضو كتير من جوه مصر. البطوله مهمه جدا لينا كمصريين، لان الحدث ده يتنظم هنا في مصر بتكون فرصه كبيره جدا ان هي تاهل اللعيبه ديت، ان هي تاخد بوينت، ان هي تاهله يدخل الرانك. فالحمد لله، برغم ان بطل عام مرتين، بس انا كنت منتظر البطوله ديت بقالي فتره عشان تاهلني ندخل الرانك. مصر تحتل الصداره في تنظيم البطولات الدوليه وفي منافسات وبطولات الكاراتيه الافريقيه والدوليه، حيث تولي الدوله اهتماما كبيرا بالمنافسات الرياضيه التي يحقق أبناؤها ميداليات في مختلف أنحاء العالم. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري. نهاية أخبار الرياضة، وعودة لسحر وإيمان إليكما. شكرا لك ميرفت المليجي. تنافس رجال إطفاء من مختلف أنحاء أوروبا على إظهار مهاراتهم المهنية وقوتهم البدنية في مسابقة دولية استضافتها بلدة تورون البولندية. المسابقة تتألف من سلسلة من المهام، منها حمل خرطوم إطفاء يزن 19 كيلوغراما إلى قمة أحد الأبراج، وسحب دمية وزنها 80 كيلوغراما إلى خط النهاية، مع وضع السترات ومعدات التنفس الواقية الثقيلة،
وشارك في نسخة هذا العام من المسابقة ما يقرب من 150 من الإطفائيين من الرجال والنساء، جاءوا للمنافسة من بولندا وفرنسا وإستونيا وسلوفيكيا وبريطانيا وألمانيا. والآن نتحول إلى أخبار الطقس والحالة الجوية. من جديد نعود إليك مرفت. شكرا إيمان وسحر، وأهلا بكم مجددا مشاهدينا، وهذه المرة مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية. وهذه درجات الحرارة متوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية. ففي القاهرة العظمى 34 والصغرى 22، الإسكندرية 28 21، مطروح 26 20، بورسعيد 28 21، الإسماعيلية 34 21، السويس العظمى ستكون 33 والصغرى 22، العريش 28 20، طابة 33 24، شرم الشيخ 36 27، الغردقة 37 26، الأقصر 40 26، أسوان 41 27، الوادي الجديد 39 27، شلاتين 36 26، وأخيرا حلايب 33 27. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن مشاهدينا أترك حضراتكم مع لقطة اليوم. ممكن
وبهذه اللقطة الطريفة انتهت نشرة التاسعة، ولكن المزيد عبر العناوين هي متبقية لنا. نعم. في هذه النشرة الرئيس السيسي يواجه بتعظيم المخزون السمكي وتعزيز جهود تنمية الثروة الحيوانية. مدبولي يبحث الاستثمارات المشتركة مع الإمارات ومشروعات التعاون في الطاقة المتجددة وتطوير حقول الغاز. ختام فعاليات التدريب الجوي المصري السعودي المشترك فيصل 12. وبهذه العناوين وصلنا إلى نهاية نشرة التاسعة.